النساء الاتحاديه اختارت على انها تدير جولات في المغرب كامل المساهمه ديالها في النقاش العمومي المرتبط بتعديل مدونات الاسره. علاش اختارينا هذه المنهجيه ديال اننا نمشيو للخزانات العموميه الكليات دور الشباب؟ لان تنعتبروا نقاش ديال مدونه الاسره هو نقاش مجتمعي وانه تيقيس كل الاسر بكل 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 الشرائح الاجتماعيه ديالها، هو ماشي نقاش نخبوي، هو نقاش مرتبط بالاسره المغربيه اللي تتعيش الاثار ديال تطبيق هذا القانون. هذه الاسره كيف ما كان وضعيتها الاجتماعيه، كيف ما كان تكوينها الثقافي، كيف ما فين ما كانت ساكنه في المدينه ولا في القريه ولا في احياء يعني متوسطه ولا احياء مغربيه عاديه. النقاش خصو يوصل لهذ المراه المغربيه ويوصل للاسره المغربيه. علاش فاتحين هذا النقاش؟ حنا تنعتبروا على انه 18 سنه من تطبيق مدونه الاسره محتاجه لتعديل ومراجعه كبيره وقويه. الا خديتوا شهادات من عند هاد النساء اللي حاضرين معنا الندوه اليوم، غادي تلقى بانهم عندهم شهادات قاتمة وسوداء بخصوص معاناتهم في الحصول على معاناة المطلقات في الحصول على النفقة، بخصوص الحضانة والآثار ديالها، بخصوص الولاية، كيفاش أن المرأة عندها الحضانة الطفل ديالها وما عندهاش الحق أنها تدي عند الطبيب حتى تاخذ الإذن ديال الطليق ديالها. كيفاش أنه الأم الحاضنة إلا بغات تحول ولدها من المدرسة لمدرسة لمصلحه الطفل ما عندهاش الحق حتى تمشي عند تاخذ الاذن ديال الطليق ديالها. وغير هذا الامر، كيفاش على انه الولوج الى الحق في النفقه اصبح من المتاعب الكبيره التي تعيشها المراه المطلقه، كذلك اصبح الطفل هو رهينه بين الزوجين المطلقين. هذا من جانب. من جانب اخر، ما يمكن ليناش في المغرب ديال 2021 نستمروا في تزويج الطفلات والاطفال اقل من 18 سنه ونعتبروا الامر عادي. ما يمكن ليناش نسكتوا على حالات ديال استغلال الاطفال ما بين الازواج، باش الزوج ما يعطيش ما يعطيش النفقه والزوجه ما تسمحش للطفل الاب انه يشوف الطفل ديالو وغير 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 ذلك. على هذا الشيء علاش حنا كنساء الاتحاديات فاتحين هذا الورش ديال المناقشه في المغرب كامل، اليوم في حي الحسني، غدا في قنيطره، بعد غدا في قولمين، في ميرلفت، في العيون، في المغرب كامل. بالنسبه لنا الاستماع لهاد النساء ويفهموا النقاش ديالنا امر مهم جدا، ماشي نقاش نخباوي، هو نقاش مجتمعي في عمق الاسره المغربيه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.